والراحة. السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي نوجدوا الغلمي بالتمر والحمص، اللحم بالفول والبسباس، والعصير نكتشفوه جميع. بالنسبة للوصفة الأولى غادي نحتاجوا لحمة الغلمي، البصلة، البرقوق، التمر، الحمص، ماتيشا، ثومة، سكنجبير طري، مركز ماتيشا، الملحة، البزار، التحميرة، قزبور المعدنوس، السكر، مرق الدجاج وزيت العود. كوكود نديرو الزيت، اللحم، البصلة، ثومة، مركز الطماطم، مكعبات ماتيشا، الملحة، البزار، التحميرة، السكر، قزبور المعدنوس. نحكو شوية سكنجبير، نزيدو الحمص ونمرقو ونخليو الخليط يطيب. من بعد نزيدو البرقوق والتمر، نخليوهم يطيبوا. وها الوصفة وجداد. بالنسبة للوصفة الثانية غادي نحتاجو اللحم، الفول، البسباس، البصلة، المصير، الحامض، الثومة، الملحة، البزار، الخرقوم، سكنجبير، الماء وزيت العود. نديرو الزيت في الكوكوت، اللحم، البصلة، الثومة، الملحة، سكنجبير، البزار، الخرقوم، شوية المصير ونمرقو. نخليو الخليط يطيب. ونزيدو الفول، البسباس والحامض. نخليوهم يطيبوا شوية. وها الوصفة وجداد. ندوزو للعصير، غادي نحتاجو الليمون، الليمون، الحامض والحليب. العصير وجد، بالصحة والراحة.